قولوا لما راني غادي فين اخو يا هذا بحر غادي غادي حنا غادي نير هنا السودانيه كامل هذه السودان زين ابي ابي نموت عليها ونبغيها نجمهم لكم هما عندهم الزين ونعطيهم ما شاء الله هاو ار يو فاين يو سبيك انجلش والله تي با فرونسي ولا لا زينة كولولا شيكولا مروفة السودانيات الملاح يا اخو الذب السعودية قولوا لامي امتي تجري تغير عليا تشم عليك راني مكوي بالقيا ناكل دجاج وما يجينش بنين علاش ما مراش معايا ما مشويش يا خويا قالوا لنا الدجاج قدر فكرني في باود القحبة بخضر هاي سخنتو مي ميغانا مي غانا غانا رجعوا عند السودانيات الله راهم جالسات يا ابني السودانيات الله يلعب الحوق الله يلعب الميزك مبروك عليك اخويا ابو مثل لنا في محمد الله يحفظكم والله ما تلقاو بعلى محمد الدار الكبيره كوزينة صغيرة هذا خالد سيدي سلعت الله هو يلا براس حياتنا ملينا فيها حياتي اللي تمنيت تكون ماشي هادي هي هادي قولولي ثري وين يكون اوين يكون راه العمر غادي حياتي اللي تمنيتها تكون ماشي هادي هي هادي وريوني تتزوين يكون الزواج فين تكون توسع كي راه ياسلك واه على ام عليها اخو شي ما تقولش هاد الفكره كيتكرا ها باش نكرو شي بيغان نجيبوها في ازمير تتكرا بشي لا ما دغيا منا نمشي في ازمير ولا كيروها منا ونبيعوها ليها في السوق مليت من الفراقه كيروها نروحوا لها نشريو الشمه ما تلقاهاش وانا وين نلقاها نشريو الشمه كادرش تمشي تاع 50 كيلو ولا 30 كيلو بالفيلو شوف فين كراكي داير شوف خوتي شوف باش تعرف في المغرب كاين الحقوره الله بيكالاتا اخويا بيكالاتا بيكالاتا شيري بيكالاتا اخويا ركبوك سيري شيري ركب تمشي وين انت كتورك على بوطون 666 كتورك على بوطون كتحلف صافي ركب دابا وكسير خاصك دير فلوس يا ها فين كتدفع الفلوس ماشي ياسين تبارك الله كاع داير هادشي ياسين كاع صلاح مع المعلم ياسين تحس ذيك الوقت اخويا خويا سي محمد حتى درتي هادشي كامل تبارك الله كامل هادشي كامل درتي قول لي اخويا مروان هادشي اللي بقى لك ياك هادشي اللي بقى لك قول لي اخويا مروان وقول لي اخويا ياسين تحس غلطتي الوقت الوقت وحدك تزراو لهم وتجيب لي طاطي الفوز بارك الله عليك اخويا مال داك الحاج مروان ما عرفش يقول يدير لا 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 اخويا مروان ما عرفتش شوف يزد الباب بعدا والخباو والاتقان شوف هي الاتقان بعدا تاع اللي دعا تحت المصلح هو واللمسه الاخيره كما قال لك الحاج ياسين شوف اخويا شوف واش انت حماق واي بعدا ماشي تروم والصيام ورمضان والحراره في الصبر الا كانوا الناس يجيو في رمضان لازم انت خصك تجيهم دوبل ياك اخويا ياسين الاربع تريبل كلشي تاع الله اخي كلشي تاع الله تبارك الله تبارك الله مين اللي اللبسه الاخيره اللي ما يعرفش بدا هي الاتقان هي الاتقان بدا ابابا اين الخرا تبارك الله وسالا وفينيش بدا الحمد لله سالا وطول عمرها
الله عمره مال هذاك الحاج مروان شي يقول شو السلعه كامله هادي كامله هاي هادي كاع اللي كاين هنا بغيت نضرب هاد السيد هذا هو ما تقرصش انت اخويا الصيام وين شوف يسخن يده دار الحرارة لا إله إلا الله وصافي كيف ما قلنا الناس كلها كانت تجي ولا زاد السيدة خصو يتيح الأربعة اللمسة الأخيرة أخي زاد مع الإخت مع الختتامة حتى الأخر بغيت تقول لنا واحد كان ما بحق ذاك الحاج مروان حتى الأخر دارت ثاني اللمسة الأخيرة أبابا قول لنا هضر معنا مباشر هضر معنا خلي داك الشيء قول لنا شي قلبها خير لا غادي نفصل الغرفة دابا شوف شو هادا كيدير نفصل الغرفة الحمد لله ولله الحمد شو حالتنا كيدير صباح عليكم بخير كلشي مزيان كلشي هو هذاك عالي ها هو اش قلت لي يا كلشي بخير السلامه مرحبا واش كدعاو لي احنا كندورو تنتركلو لا اله الا الله عرفتي دروك احنا فين في هاد القريه اليونانيه الله يعمر هذا الناس ديالهم الله يعمر هذا الاطراك عرفتي استضفونا دار معنا مود زوينه معروفه هاد الاخرى الدراري اللي داز منها تعرفوها السوشي دابا نحطها لكم تعرفوها ان شاء الله باذن الله القريه الله يعمر هذا زيد زيد لك والله العظيم جينا هنا نخو زينا قلنا كلشي تيبات لنا الدزيري الدراري في الجامع راه الجامع هاو تشوف الجامع شتي راهو الجامع الجامع هادشي دار معنا هو تزول هنا شوف هاد الدراري خرجوا رحله ما تسوقوش للماء ما تسوقوش للوالد راه اللي دقيتو على رايحتكم الماكله الدزيري هاكا دابا نخا الدزيري اش بغيت نهضر معاكم تهلاو فينا تهلاو فينا بزاف اغلبيه عشرات مسلمين بلغار مسلمين عاونونا بزاف بزاف حوايج وراه مازال حنا دروكا مازالين معاهم ان شاء الله الا وصلنا راه غادي نحط الفيديو ما وصلنا راه ما غاديش نحطو هادي حاجه باينه وحنا راه مازال تندورو اليوم ان شاء الله ربو زين راه غادي نمشيو وباقي شحال بيت تاع الدراري وكش هاد الدراري
ما تدوزنا شي تويشيط نوصلوا ان شاء الله ونعاودوا ان شاء الله ما بقانا والو نوريكم شي جبال من جينا كيفاش دخلنا هادشي هاد الخريط بزاف الناس الله يمر لهم الدار الله الا تطلعوا بالله ما الدراري مشاو اللي دقوا على الدار حتى هما اللبن الله ياكل كل اللحم هذا ياكل كل اللحم والله حتى من الحليب اللبن البيض كلشي اللي دقيتي عليه التراكتور هاو ظرفنا الطريقه يونانيه لا باش نوريكم بلاكا باش صحابنا بنادم باش نكذبوا ولا شي بعدين شوف اش فيها الدنيا ما عنديش بلاكا هاي شايب اليونانيه لبنت لك فورد هادشي الله يعلم الناس الله يمر هذا راه عامل معنا تعامل زوين اجي نمشيو حتى لهنا نشوف شوف ديورهم كي دايرين هاهم شايف هاد الخريه معروفه حنا بغينا نطلعوا مع ديك طلع لي الفوق راه هي هادي راه الدار تاع الناس اصاحبي لا نطلعوا من هنا نشوف هادشي والله الا والله الا هنا الناس الله يمر هذا اش هذا انا معنا مود زوين طلعوا فينا كنا شربنا نسنا في الشام تجيبوا لك الماكله كلشي وصلنا واصلوا هنا اترك الله يمر هذا واخا كلشي كلشي هنا قال قبل ما كدوز ملي كتدخل ليونان كتلقى قريه طرق قريه ولكن بالضبط هذه القريه هذه هي اللي كيطلعوا وكيديروا لهم مزيان هنا الدراري اللي خرجتوا فهاد شهر 3 يخرجوا راه كاين ميدار ان شاء الله وصلوا او عقلتو على شي وحدين كان معانا نهار كنا صورنا الفيديو هذا اوكي اللي وصل فينا ديديكاز اه تاتا شينا فين حنا اخويا باقي في الغابه اخويا ديال البوزن ناكلو كل 10 كل 20 كيلو نضربو فيه وحده اللي قلت تاج الجبال اخويا ها اخويا تهبل الصراحه شوف 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 نعم غادي نطلع اليوم هنا راه داك تسعد نقول لها كارك طلع اليوم طلع اليوم فوق الجبل بوصنا ان شاء الله وحنا في البوصنه دابا شادين الطريق اخويا الطريق اي جبل حنا تمشيو مع الجبل ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله نوصلوا يلا اليوم دخلنا ان شاء الله سمعوني اخوتي شي هذا اكبر طلاق على وجه الارض كنت يقوش انا بعد روجو حنا راه ماشي في البوسنه حنا في الغابه ديال البوسنه القلاوه شي هذا اكبر كذاب على وجه الارض ياك اخويا راه ماشي في الغابه ديال البوسنه حدود ديال البوسنه الدخله ديال البوسنه لا لا والله حنا في البوسنه ان شاء الله راه غادي ندخلنا دابا بحال قلتي واحد 5 كيلو باش دخلنا ان شاء الله نوصلوا بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله نوصلوا شوفين تورق لي في المريحين يا زبي شي حاجه بزاف خصص الهضره او شوف القوره كيموش على هذه الرحله بحال هكا الى البانيا الى الى البانيا الى البانيا انت الى البانيا خويا دابا حنا واد البانيا واد اللي خصنا نريسكيو فيها هي خصنا نريسكيو فيها هذا زيد البوليس اييه ولا هذا زيد البوليس زغلون اذا دابا غادي نريسكيو فيها شيران نمشيو نريسكيو فيها ها هي كاميرا تشكون كاميرا ما على بالناش شري خصنا نريسكيو ندير لك كاميرا واخا تكون كاميرا لو وقع شي مشكل علاش حنا دابا خصنا شحال فيها ايوا حنا في تيرانا يا خويا حنا في تيرانا في تيرانا لا سارا لا را 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 را
لا فين في البوس ناشي اه خويا حنا شادين طريق في وسط الغابات في وسط لا مسيت ما كاينين في الغابات بنهار بلالالي هيا خلينا نتناول خبز تناوليا الحمد لله ما كاين لا برد لا والو خا الشتاء وتمشي وكاين حنا بخير وهذا ما طلنا فيديو كاع خطر خطر البانوس البانيا دانييل واش خويا واش عشيري فين حنا خويا حنا في جاكوزي ديال الله سبحانه وتعالى ديال الطبيعه عشيري شي حاجه داكشي ديال الله اوب سفرفر يا وو فين سراييفو اخويا سراييفو عشيري بوسنا عشيري اه كي درامالم داكشي ديال الله سبحانه وتعالى خويا لاي واحد بغي يجي الله حتى مرحبا به بالله داكشي ديال الله عرفتي سخون سخون وما دافك يا خويا سخون المعلم عرفتي واه الله سخون والله ما تخرج بالله في هذا الصباح هذا اش غادي نقول لك انا كلشي الدراري تيجيو لها كاع مغاربه وكاع الجزائريه وكاع كلشي كلشي نعمة الله سبحانه وتعالى في الطابع داكشي ديال الله خذي لها مع الصباح ان شاء الله اللي وصل الدراري البوسنة وصلوا كاع جيو لها مع الصباح راهي معروفة هادي هنايا سول عليها قول لها العين يوريوها لك سخون جي لها مع الصباح انا ما سيدي تبرع لي انا ما سيدي تبحر تحياتي لحب حياتي وتحياتي لحب حياتي المعلم صحة وراحة سبحان الله خوتي فين هنا تيران تيران مالي دي والله وحنا في تيران الحمد لله وصلنا مشينا بالصن مع تبوشيه تاع نوريك ما واش اش عطاونا انت خاطر الله فينا هاد الناس هاد امرنا واحد الميك احمقوا لنا الله يلا الخير بالله ياك اخا عرفتي شنو غير هو صابونه تويشياش عرفتي شنو عمرنا واحد الميكا فرماج كلشي عمرنا مشينا بالسمنه جينا لقينا الميكا محطوطه الله يدور البانيا في البانيا اخويا الله الا عجبنا تتعامل معنا في البانيا وتتعامل معنا اللي تيقول لك بلاد الجوع بلاد الفقر بلاد الفقر هي هذه ساعه كوكا ديال لاكريس الله الا تعاملوا معنا مساكن مزيانين هو فرنا باب الزريعه الزريعه فرنا بواحد التويشيه وقلنا لهم سواره وما يعرفوا بلي راه حنا مغاربه طلع لهم كشكشو ولكن انا تعامل معنا بدل كان نتسناو مع تونا خرطيه المهم تعاملوا معنا يا شي يونيسيف هي انا وار شنو نقول لك التعامل ديال الرجوله والله اليونان ما داروش معنا هذه مزيان والله كان اليونان ما داروا معنا هذه مزيان ها تا ماشي تاع كاين كاين هاي احنا بغينا الفلوس بغينا الحب بغينا الفلوس ما بغيناش عجلة الفلوس ما عرفناش اللي يديروا معنا المهم هذا الشيء اللي كاين دوكا حنا في البانيا ان شاء الله حتى غدا ولا بعد غدا نكونوا مونتينيغرو وهي غادي تالندمو الشيء يلاه سيو